يحظى القطاع الصحي في مملكة البحرين باهتمام كبير لمواكبة التطورات على الصعيد العالمي بهدف تقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير، ومن هذا المنطلق يأتي الاهتمام بالطب التجديدي. حول هذا الموضوع قال الدكتور صفوق الشمري مدير مركز الطب التجديدي والخلايا الجذعية في جامعة الخليج العربي أن المركز سيقدم خدمات علاجية جديدة غير موجودة في منطقة الشرق الأوسط. التجديد الجديد في منطقة الشرق الأوسط، نعم. بالإضافة إلى أنه التكنولوجيا والتقنية اللي موجودة في المركز أستطيع القول أنها من الأفضل في العالم. احنا شفنا عدة مراكز في أمريكا وفي أوروبا، واخترنا أنه يكون المعايير اللي موجودة في هذا المركز حتى أعلى من أغلب المعايير اللي موجودة في أمريكا وأوروبا. هذا بالإضافة إلى أنه راح يقدم خدمات علاجية جديدة مين موجودة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التدريب وإلى الأبحاث. فإحنا نتكلم على ثلاثة أوجه مميزة لا يقدمها أي مركز آخر تقريبا في الشرق الأوسط. طبعا الأبحاث شيء مهم عشان تكون رافد المرحلة القادمة وهي مرحلة التطبيق أو مرحلة العلاجات. وجود هذا المركز في التقنية اللي موجودة فيه يمكن من وجود أبحاث مختصة في المشاكل الصحية اللي موجودة في منطقة الخليج.